انا هتكلم. عرف نفسك يا جرير. انا مهندس جرير منصور، ناشط سياسي. دي بيقولوها كتير، بس لا انا ناشط سياسي ولا انا جرير، مصري. وزي كنت بقول، احنا في مرحلة علينا ان احنا ننسى اسماءنا وننسى اتجاهاتنا وننسى هويتنا، واذا بصينا في المراية لا نرى الا مصري فقط. فاحنا في مرحلة كلنا اسمنا مصري، في مرحلة نكون او لا نكون، نكون كمصريين مش كاتجاهات ولا كاحزاب. فالدعوة التي ادعو لها وبإذن الله ستتحقق، لأنها دعوة حق، والله الله سبحانه وتعالى دائما ينصر الحق. كل ما أدعو لي أن نتوحد، كل ما أدعو لي أن بقول يا مصريين بجميع الاتجاهات علينا أن نتكاتل ونصبح قوة واحدة، وإذا ما أصبحنا فلا قوة فوق قوة التوحد كمصريين. إذا نجحنا في هذا فإننا بذلك حققنا أو سنحقق بإذن الله أول خطوة على طريق الديمقراطية. لا أستطيع أن أفرق بين دعوة وأخرى، لا أستطيع أن أفرق بين حزب وأخر، لا أستطيع أن أفرق بين فكر وفكر آخر، لأن كل هذا إذا كان خالصا فهو في حب مصر ولا مزايدة في حب مصر. لا أستطيع أن أنا أقول أنا أحب مصر أكثر منه، لا يمكن أن أقول هذا، وإنما الاختلاف هو كيفية تفعيل هذا الحب. وللأسف الفترة اللي فاتت أنا ما أقدرش أقول على اتجاه غلط، إنما بقول أن له شكل خاص بي في تفعيل هذا الحب. تعالى نعمل شكل واحد بس، شكل واحد بس لتفعيل هذا الحب. إذا اجتمعنا على شكل واحد لتفعيل هذا الحب، فتأكد أن مصر والمصريين لا يستطيع أحد أيا كان مؤسسة مهما بلغت قوتها أنها تفرض رأيها على الشعب المصري. وهذا هو الفكر الذي أنا أنادي به بقالي 4-5 شهور، وأنادي به مش كجرير ولا أنادي به كاتجاه، أنادي به كمصري مؤمن ومسلم، مش من منطلق الاتجاه الديني، وإنما من منطلق أن الإسلام يدعو إلى هذا. إسلامنا يدعو إلى التوحد، إسلامنا يدعو إلى التوحد مسلمين وأقباط، إسلامنا يدعو إلى التوحد لنجتمع كلنا كوطن على قلب رجل واحد. أسأل الله إن احنا نحقق هذا، وبذلك لن أعيدها تاني وتالت ورابع، لن تكون هناك مؤسسة في هذا البلد لها الكلمة فوق كلمة المصريين. والله المستعان. شكرا لك.